السلام عليكم. طبعا قصتنا هذه الليلة فريدة من نوعها. طبعا هذا واحد من الزملاء يقول لي قصة حصلت حق واحد من أصحابه، واحد ينقال لعبد العزيز. هذا عبد العزيز يعشق شيء اسمه كشتات، يعني بدون مبالغة الكشتات دائما تحلى في الشتاء، لكن هو حتى أوقات الأوقات الصيف وكذا يحب أنه يطلع، وهو دائما يعني مع مجموعة من أصحابه وكذا، وهو اللي دائما يعزم بهم، وهو اللي يعزز حق طلعة البر. ولجي يطلع بالمعتاد، يعني ما يطلع في أماكن قريبة، لا يطلع في أماكن بعيدة جدا عند الحدود، يعني تبعد عن مسقط رأسه 150 كيلو أو أكثر. وفي العادة طلعاتهم ما تستغرق فقط يومين أو ثلاثة مثل ما يسوون الشباب هاليومين، لا هو يطلع يظل بالعشرة الأيام أقل شيء، ويظل أكثر من أسبوعين بعض الأحيان، يعني مستمتع بالحياة وماخذ الكشتات وجزء رئيسي من طبعا مثل ما قلت لكم، وماخذ الكشتات جزء رئيسي من حياته الشخصية. وطبعا عزموا وقرروا أن اليوم الخميس يجتمعون في الليل، يعني طبعا ليلة الجمعة يجتمعون ويصلون صلاة الفجر وقهوتهم عندهم وكل شيء عندهم، واستعدوا طبعا من جميع النواحي لهم، من ناحية العزبة، وهم دائما إذا بيطلعون يطلعون بسيارتين، سيارة تاهو نصف وسيارة ثانية دينا، على أساس يشيلون عزبتهم والحاجات اللي يحتاجونها طبعا. ويوم قرب اليوم الموعود اللي هو يوم الخميس ليلة الجمعة وخلاص، وعزموا وكلهم سبعتهم مع بعض، فجأة عبد العزيز صاد ظرف طارئ مع أهله، يعني حالة استثنائية بيوديهم مستشفى وما أدري كيف. فقال لهم يا شباب، بما أن احنا استعدينا من جميع الجوانب ويعني وخلاص ورتبنا جميع الأمور وكذا، احنا عارفين المكان اللي احنا بنروح فيه، فأنتوا توكلوا على الله. وطبعا قال لهم خلاص، بما أن احنا عارفين مكان اللي كل مرة نكشت فيه وكذا، فأنتوا روحوا توكلوا على الله، وأنا إن شاء الله بخلص شغلي مع أهلي وراح إن شاء الله يوم يومين وألحق عليكم. قالوا شلون؟ يعني أنت الآن تعرف أن المكان ما في أبراج، ولا نعرف ما في أي وسيلة للتواصل معاك، يعني في حالة لو مثلا غيرنا، قال لا تغيرون المكان، المكان اللي دائما نروح فيه اللي على الحدود اللي تبعد تقريبا حول فوق 150 كيلو، روحوا في نفس المكان وأنا معين ذيك المكان، فبإذن الله راح أجيكم بعد يومين أخلص شغلي والأمور إن شاء الله طيبة. خلاص اتفقوا على كذا، ورابع راحوا بالتاهو وراحوا بلدينا وعينوا من الله خير، وصحيح بعد يومين خلص شغله مع أهله، صارت الأمور طيبة، قال خلاص باقي الحين أرحل في الكشتة مع ربعي وأتونس وكالعادة يعني. وكد إن كل شيء أوكي، يعني الشباب مودين العزبة، مودين حتى التيوت طبعا، والرجال مرتاح وخفيف، أخذوا إياه بس القهوة والشاهي وشغلات خفيفة في الطريق، ومرتب حاله انه خلاص يمشي في وقت العصر، على اساس انه ما يصعد في الليل لان الطريق وعر وكله في وسط البر وما في يعني مش معبد الطريق ولا شيء. فحط في باله انه خلاص اوكي يوصل مع المغربية وكذا ويلتقي بربعه والامور ان شاء الله تصير طيبة. راح مشى وعلى الله ان شاء الله، وصل المكان المتفق فيه مع ربعه انه يشوفهم فيه يعني، لكن للأسف يناظر يمين يسار يبغى يشوف، عين وقف في المكان نفسها، راح كيلو جهة الغرب وراح كيلو جهة الشرق والشمال والجنوب، يبغى يشوف أثر لربعه، ما شاف أي حاجة، ظل يدور يدور قد أن الوقت أزف عليه واستوت الساعة 11 من الليل. طبعا وأخونا عبد العزيز صار في حيرة من أمره، استغرب يعني ما شاف ربعه ولا شيء، وهو الآن وقت النوم وصل، عيونه قامت تغمض يعني خلاص صاب النعاس. فقال خلاص بما أني أنا الآن ضيعت ربعي، فأخاف أني أتوه في وسط البر وبعدين تصير شغلات ما يحمد عقباها، فقال خلني أريح أشوف لي أي مكان كذا مريحة وكذا على أساس أرتاح فيها وأنام والصباح يحلها ألف حلان. فصحيح قاعد يبحث يبحث وشاف له غرفة مهجورة مبنية من طابوق بلوك، وعليها سقف حي الله وباب هم كذلك حي الله، بس قال هذا المطلوب، هذا مكان يصد عن البرد وهم كذلك عن الكلاب الله يكرمكم. فأي من الله خير، وقف سيارته عند الغرفة،
فتح الباب بسم الله الرحمن الرحيم، دخل، وطبعا زي ما قلت لكم يوم اطمئن للغرفة وكذا راح السيارة ونزل هذه اللي حقت الكشتات، الخيمة البلاستيكية، ودخلها فوق في أطراف الغرفة، سكر الباب، قفل سيارته طبعا، وحط له البطانية والوسادة طبعا، سكر بالسحاب عليه في هذه حقت الكشتات البلاستيكية، كان بيقفي، وحط راسه صحيح عيّ من الله خير، وقال خلاص يرتاح شوي لغاية ما يوصل الفجر، وبعدين يواصل البحث عن ربعه والله يجيب الخير. ظل وهو جالس تقريبا عدت ساعة إلا ربع كذا، سمع صوت سيارة تخرخر صوت يعني قريب، يعني سيارة كأنها قرنبع قديمة حيل جاية صوبة، فيسمع الصوت بقوة ويسمع صوت، وطبعا فجأة طفى السيارة، صوت السيارة القرنبع اختفى، كلش اختفى، وتقريبا السيارة الآن حسب ما هو يتصور أنها تبعد 30 متر تقريبا عن الغرفة. فهو فسرها عبد العزيز أخونا ذكي جدا، يعني عنده سرعة البديهة، فسرها أنه خلاص بما أنه طفى السيارة قبل ما يوصل معناته ناوي شر، ناوي أنه يمشي على هدوء ويجي يدخل بشره على أخونا عبد العزيز، ففسرها كذا. سوى عبد العزيز على طول، طلع فتح السحاب وحط البطانية في وسط هذا الخيمة البلاستيكية، وحط الوسادة في النص، وسكر السحاب، وسوى راح في أطراف الغرفة، صار من جهة اليمين في أطراف الغرفة، عطى ظهره للجدار وخلى هذه الخيمة البلاستيكية في وجه الباب. طبعا عبد العزيز راح دور يمين يسار، وطبعا واخونا عبد العزيز راح دور يمين يسار يبغى يشوف له بلكه او شيء يدافع بها عن نفسه، لانه باين ان الوضع خطير وغير واضح، يعني في شر جاي يحوم حول عبد العزيز، فراح دور له بلكه كبيره اللي هي طابوقه وخلاها بيده مستعد لاي طارئ يصير او يحدث. فجاه يسمع صوت واحد يمشي برجوله، يعني باين ان الرجال اللي وقف سيارته قاعد يمشي على رجوله، وصوت الله يكرمكم الحذاء هذا عال زنوبة، فعاد باين انه واحد جاي، وواحد راعي شر، يعني مو جاي ويبغى يرتاح في هالغرفة مثل ما سوى اخونا عبد العزيز. فاستعد عبد العزيز ووقف وظهره زي ما قلت لكم عند اللي هو جدار الغرفة، ومستعد بالبلوكة اللي عنده ماسكها. فجأة انفتح باب الغرفة، ولي طبعا زي ما قلت لكم فتح الباب، وعبد العزيز صدق كذب خاف لأبعد الحدود، شاف اللي طوله وعرضه ووجهه أسود وودر، وفجأة راح ولع الكشاف، عنده كشاف هذا الشخص اللي جاي، عنده كشاف وولعه على الخيمة البلاستيكية، وفتح السحاب وطلع من إيش؟ طلع من مخباته خنجر، وبدأ يعطي طعنات على نفس البطانية اللي حطها عبد العزيز، يعطي طعنات يمين يسار فوق تحت لأبعد، خلاص عبد العزيز نشف دمه، لقاعد يتخيل إن لو هو ما سوى هذه الخطة كان هو حين في عداد الموتى. فجأة عبد العزيز يوم شافه خلص من عدة هالطعنات ذي، طلعته جاله متخفي بلبلوكة ويضرب على راسه، وهو أطول من عبد العزيز بمرتين، ويضرب على راسه على المخيخ من الخلف، وعلى طول على الأرض، طاح على الأرض، وطبعا وشاف وجهه يخوف، وجه جرام وعيونه حمر وراعي شر وقاعد يون، والدم ينزف من راسه. فعبد العزيز قال أنا الآن في ورطة، شو أسوي؟ مين هذا؟ هذا جاي، أنا لو أنا مكان هالوسادة وهالبطانية هذه كان رحت فيها، فأنا شو أسوي الآن؟ أخاف أني لا سمح الله يجون ناس من أقربائه ولا أي شيء، ففكرت أني أوديه فأقرب هجرة لنا هنا على أساس يمكن أشوف مستشفى ولا شرطة أو أي شيء، بس فكرت فيها قلت يمكن أوديه حق الهجرة القريبة ويطلعوا الناس من معارفة فخلاص يأخذون بالثأر يموتوني. فقلت شو أسوي؟ رحت ودقيت مشوار فوق 50 كيلو للهجرة البعيدة، رحت هناك
وطبعا وهو في الطريق قاعد يون، ورحت مسكت القهوة اللي عندي وحطيته على الجرح اللي في راسه على أساس لا يكون ينزف ويموت منه، وطبعا وقلت لا يكون ينزف كثير ويموت بسبب نزيف الدم، فأخذت القهوة وحطيته على الجرح ونوعا ما يعني وقف الدم، لكن لا زال يون وفي حالة خطرة. فرحت في الهجرة هذه البعيدة، وصلت إلى مركز الشرطة وقلت لهم الموضوع كيت وكيت وكيت، على طول مباشرة ودا بالإسعاف على أقرب مستشفى، وبعدها جابوه أثر طلع الرجال من البدون وعليه مشاكل وبلاوي كثيرة ومن قطع الطرق وكذا. وبعد ما رحت طلبوا مني الشرطة أوقع على ورقة، وقالوا لي خلاص ما عليك شيء واطلع في أمان الله اطلع. ما قال خلاص يعني ما تبغوا مني شيء؟ قال نعم ما نبغى منك أي شيء، هذا عليه سوابق. فراح وقع وشغل سيارته ومشى، وطبعا كان الوقت نهار. راح بعدين وقد انه دور في مكان قريب اللي بيبحث عن ربعه، الان هو ماشي مسافه، قال يمكن لعل وعسى اشوف ربعي اشوف عزوتي وكذا، لان طبعا يبغى يشوف ربعه حال وضع ربعه وكذا. فراح يدور يمين يسار في المكان اللي كان يدور فيها في الليل ولا حصلهم، راح دور في نفس المكان وبحث يعني في مسافات ابعد من 1 كيلو، وصحيح بالفعل شاف السيارات وشاف الدنيا وسلم على ربعه وجلس وعلمهم الموضوع من والى كيت وكيت وكيت. قال ليش العلوم؟ قال والله انا صراحه من كثر ما انا مرتعب الان صراحه انا خلاص بمشي عند اهلي وخلاص بمشي على اساس لا يظلم علي الليل بمشي. قال لا في امان الله. قال انا حتى لو ظليت عندكم او شيء انا ما راح ارتاح، لان نفسيتي تعبت، يعني انا قاعد اتخيل لو انا مكان هالبطانية اللي حطيته والوسادة كان أنا في عداد الموتى الآن، يعني فأخذوا حذركم، وصراحة في المكان خلاص أنا راح أغيرها مستقبلا، ما راح نكشت في هالمكان هذه لأن أحس أن الوضع خطر. قال على العموم الله يستر عليكم أنا بمشي، لأن صراحة تعرضت لموقف أرعبني كثير أرعبني، ولا قدرت صراحة وفي حالة نفسية صراحة صعبة جدا، فالله يستر عليكم وأنا ماشي، أخذوا حذركم وأخذوا احتياطاتكم وإن شاء الله نشوفكم على خير بعد ما تنقضي كشتتكم. وصحيح بالفعل شق أخونا عبد العزيز ودق سلف دقة واحدة على طول 250 كيلو أخذهم، ما وقف لحق تعبئة الوقود فقط، وعلى طول مباشرة وصل عند بيتهم. وطبعا الرجال عبد العزيز ظل الشهرين في حاله صعبه جدا، اهله وابوه جاب له شيخ يقرا عليه، وهو يقول دائما خلال هالشهرين افز من النوم حلوم وكوابيس كله بسبب هالموقف العصيب اللي حصل له. يقول لو كنت انا مكان هذا الان مكان اللي حطيت البطانيه وكذا كان انا في عداد الموتى الان. طبعا واخونا عبد العزيز طبعا بعد هالموقف هذا تغير كثير، يعني ما ترك الكشتات ولا شيء، لكن قام يطلع كشتات قريبة، ما يطلع كشتات بعيدة بالمئات الكيلومترات وعند الحدود وكذا، لا يطلع كشتات قريبة وحرمها على نفسه أنه يطلع الحالة دائما مع مجموعة من الأصحاب والأقارب وكذا. فهذا الموقف اللي حصل له أثر كثير في حياته وخلاه 180 درجة يحسب لأي موقف يكون حوله يعني 1000 حساب. وهذه القصة وإن شاء الله عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.